مساء الخير، كل لحظة ومصر وشعبها بخير. القاهرة والناس تهنئكم بعيد القيامة المجيد وتقدم لكم نشرة إخبارية جديدة. إليكم أبرز العناوين. البابا من طنطا: نصلي من أجل الحب والسلام. التاسع من إبريل عيدا لشهداء ماري جرجس. هاشتاج عيد القيامة يحتل صدارة تويتر. ومرصد الإفتاء: خلايا الإرهاب تلفظ أنفاسها الأخيرة. وإليكم تفاصيل النشرة. فرحنا بصعود شهداء الوطن للسماء، فروحهم سترفرف علينا دائما بالسلام والمحبة. هكذا جاءت كلمات البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارة مفاجئة لمطرانية طنطا، حيث اجتمع صباح اليوم بالكهنة والأساقفة، والتقى أيضا بأسر الشهداء والمصابين بحادث كنيسة ماري جرجس. وقدم البابا واجب التعازي لأسر الشهداء، كما التقى بعض المصابين المتعافين قائلا، مشيرا إلى أن الإرهاب الأسود لن ينجح في تفريق ما جمعه الرب، وأننا نصلي من أجل الحب والسلام، وأن هذه الشوائب لن تعكر صفو ما بين الشعب المصري من أواصر ومحبة وسماحة، فوحدتنا هي سر قوتنا عبر التاريخ. وفي كل الحروب والثورات امتزج الدم المصري الواحد تحت علم واحد ودعاء واحد. وكان الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها قد قرر تغيير اسم كنيسة ماري جرجس بطنطا إلى اسم كنيسة ماري جرجس والشهداء، وذلك تقديرا لشهداء الكنيسة. كما قرر اعتبار يوم التاسع من إبريل من كل عام عيدا لشهداء طنطا الأبرار، تحتفل به جميع كنائس الإبراشية تحديا للإرهاب وتقديرا لأرواح وذكرى الشهداء بالغربية. هذا واحتل هاشتاج عيد القيامة الصدارة على موقع التغريدات العالمي تويتر، ولقي تفاعلا كبيرا من النشطاء في مصر. ونقلت التغريدات صورا وتعليقات تعبر عن احتفال الأقباط بعيد القيامة وتهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط في عيدهم. وكان من أقوى التعليقات: كل سنة وإحنا أقوى من أي مؤامرة، كل سنة وإحنا إيد واحدة وأهل وحبايب. وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال تهنئته لمسيحي العالم بمناسبة عيدي القيامة والفصح، إن كل من تعرضوا لهجمات الإرهاب المروعة يوم أحد الشعانين في مصر لا يغيبون عن باله. وقال بيان الوزير إن عيد الفصح مناسبة تحمل الأمل وحياة جديدة لكل المسيحيين، وهذه السنة لا يغيب عن بالي كل من يتعرضون للقمع ويحرمون من حق العبادة بحرية، وخاصة مسيحي الشرق الأوسط، وبشكل خاص كل من تعرضوا لتلك الاعتداءات. وستواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب أصدقائها وشركائها الدوليين كنصير قوي لحرية الدين أو العبادة، وعلينا العمل جميعا لنشر مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح وفهم مختلف الأديان التي تربطنا ببعضنا كمجتمع دولي، وأيضا بناء عالم أفضل ينعم بالسلام. وهنا في القاهرة قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية إن حادثتي كنيستي ماري جرجس بطنطا وماري مرقس بالأسكندرية وما سبقهما من أحداث إرهابية تكشف أن الخلايا الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما استطاعت القوات الأمنية متمثلة في قواتنا المسلحة المصرية وأجهزة الشرطة تلقينهم درسا قاسيا بالقبض على عناصرهم البارزة والناشطة والقضاء على تمركزهم بجبل الحلال المعقل الرئيسي لفلول التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية التي قام بها فلول الإرهاب تكشف جميعها أن الأجهزة الأمنية نجحت في محاصرة التنظيم الإرهابي في سيناء بصورة جعلته ينقل أنشطته خارجها بصورة تدريجية، بدأت في العمليات الأولى وفق منطق بالونات الاختبار لتقييم النتائج وردود الأفعال الأمنية والسياسية الداخلية والخارجية وردود الأفعال الشعبية، لكن بعدما جاءت النتائج مخيبة لآمال التنظيمات الإرهابية بدأ التصعيد باللعب على وتر الطائفية باستهداف الكنائس القبطية قبل المناسبات الدينية للإخوة المسيحيين. وفي جميع الأحوال نجحت قوات الأمن في تصفية تلك الخلايا بقتل أو اعتقال معظم أفرادها، مما يؤكد أن مسعى بقايا فلول الإرهاب التابعة لها بالنمو والتمدد خارج سيناء تبدو ضعيفة. ولمتابعة أهم الملفات، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من الوزراء في إطار متابعة الخطط والمشروعات التي تعكف الوزارات على تنفيذها في الوقت الراهن.
حيث طلع خلال اجتماعه بوزيري الري والزراعة على الموقف التنفيذي لمشروع قناطر أسيوط وجهود استنباط أصناف زراعية جديدة أقل استهلاكا للمياه. وفي لقائه بوزير الآثار عرض خالد العناني تقريرا عن خطط الوزارة لاستكمال تنفيذ وترميم عدد من المشروعات والمواقع الأثرية وآخر الاكتشافات وأعمال البعثات الأثرية في أنحاء مصر، وذلك إلى جانب خطة وزارة الآثار لزيادة الموارد المالية لها. وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على استكمال مشروعي المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة اللذان يمثلان نقلة حضارية كبيرة في عرض المقتنيات الأثرية والحفاظ على رونقها وإبراز جلال الحضارة المصرية العظيمة في مختلف العصور، وأيضا استكمال تطوير هضبة الهرم. وإلى كوكب دبي، وفي حدث مهم للمستقبل كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الإمارة ستصدر آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول عام 2021، وذلك تزامنا بالاحتفال بمرور 3 سنوات من إنجازات مبادرة دبي الذكية، مؤكدا أن دبي الذكية تؤسس لمرحلة جديدة من الحياة الذكية والمستدامة للإنسان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.